الامر يسال عنا من شكل اللجنه ومن اصدر الامر، لا علاقه للمجلس الوطني الانتقالي بهذا الامر على الاطلاق. نعم. المهم ابلغت بان عبد الفتاح يونس وزملائه قد قتلوا، اتصلت بعلي العساوي اكد لي الخبر وقال ان ابراهيم البرغسي لديه علم بذلك، اتصلت بابراهيم اكد الخبر، انتقلت فورا الى بنغازي، وجدت المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي مجتمعين في فندق تيبستي ويتحاورون كيف يعد البيان. هل نقول بان عبد الفتاح يونس ورفقائه قتل وليست لدينا جثث، ام نقول بانهما اختطفوا من جهه مسؤوله او جهه غير معروفه وسنحاول البحث عن ذلك. المجلس الوطني الانتقالي والمكتب التنفيذي وكلهم يعرفوا ذلك، انتهوا الى ان الخيار ان نقول ان عبد الفتاح يونس ورفقائه قتلوا، لان هناك قبل مجيئي انا قد استمعوا الى شهاده عده اشخاص منهم شخص يدعى عبد الفتاح المشيطي بانه فعلا قد تاكد من قتل عبد الفتاح يونس وزملائه الموجودين في تلك السياره. وان الخيار الثاني وهو القول بان جهه غير معروفه قد اختطفتهم ربما يضع الناس في مشاكل لا قبل لنا بها. وفعلا اعلنا ذلك الخبر الموسف في تلك الليله المشؤومه، واصدرنا في اليوم الثاني. نعم. وبإرادة الله سبحانه وتعالى وفضله تم العثور على الجثث في نفس الليلة، وتفهمت قبيلة العبيدات ذلك الموقف بوطنية راقية، وشكل المجلس الوطني الانتقالي لجنة للتحقيق برئاسة السيد مصطفى الهوني وعضوية السيدين حسن الصغير وسلوى الدغيلي، وانتهى ذلك التحقيق إلى مسؤولية بعض أعضاء المكتب التنفيذي الإداري عن ذلك الخلل، و أحيل الأمر للقضاء وشكلت عدة لجان من القضاء للتحقيق. وبعد فترة قال النائب العام أنه غير مختص من الاختصاص للقضاء العسكري، فقلت لهم حتى لا يكون هناك تنازع اختصاص عليكم أن تجتمعوا القضاء العسكري والقضاء المدني للوصول إلى حل في هذا الموضوع. وفعلا أبلغني النائب العام أنهم اجتمعوا في بنغازي وبحضور السيد الدكتور علي عاشور شوايل وانتهوا من الاختصاص اختصاص عسكري، وتم اتهام مجموعة معينة وقدمهم القضاء العسكري للمحاكمة. وتحدثت يوم صدور قرار الاتهام لأنني كنت غير مقتنع بأن يقدم كل أولئك بالمحاكمة وبهذه الكيفية، تقدمت بكلمة أسست على أربعة محاور. المحور الأول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هذه النقطة الأولى. وأن النقطة الثانية علينا الاحترام ما يصدر من القضاء من أحكام سواء كان بالإدان أو بالبراءة. الأمر الثالث أننا جميعا لابد أن نلتزم بالحدود وأن لا نختص خارج القانون. الأمر الرابع أن المجلس الوطني سيكون مساهم مع أولياء الدم في حالة صدور أحكام للوصول إلى الصلح في هذه المواضيع. طيب ما يقال عن أن هناك تنظيما مسلحا قتله اللواء عبد الفتاح يونس قبل أن أصبح لواء رحمه الله في عام 96 أو 97 في منطقة كرسة في الشرق الليبي، أن العملية فيما تبدو ثأرية، قاتل اللواء عبد الفتاح يونس رحمه الله قاتل في كرسة، من قتلهم في كرسة هم من قتلوه في بنغازي في شهر يوليو في العام الماضي. في بداية حديثي قلت لك أنني أنا الذي فرضت عبد الفتاح يونس على أعضاء المجلس الوطني بشكل أدبي، احترموا أدبيا رأيي، وكانوا يودون أن يتولى على الأقل الملف الأمني، وهو أصر أن يتولى الملف العسكري. ولكن هناك كان الثوار يقولون لا يمكن لهذا الشخص أن يزاحمنا في هذا النصر، وهو الذي كان يأمر كتيبة معينة قمعتنا في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات. نعم. هذا كان هو لسان حال الثوار، وقد منعوه من دخول غرفتهم غرفة العمليات وأصروا على ذلك، وأباحوا بأنه في حالة أن يجينا في الغرفة نحن سنتحمل مسؤولية مجيئه. وبالفعل السيد جلال الدغيلي في اجتماع معنا أخبره بعدم مجيئه إلى غرفة العمليات الثوار في مدينة الزويتينة والاكتفاء ببقائه في غرفة عمليات الثوار في جدة. نعم. طيب سيادة المستشار،
سؤال أخير لو سمحت لي، كيف ترى الآن مجريات القضية؟ إلى أين تتجه القضية؟ أنت انتقدت بشدة في بداية حديثك الأمر الذي أصدره القاضي عندما لوح بعلامة النصر وهو يتلو قرار استدعائك، أيضا ما رشح عن التقرير. إلى أين تتجه القضية من وجهة نظر قانونية؟ أنت رجل قانون وقضاء وتعرف هذه الأمور. أولا، الاتهام الذي وجه لي من قبل عضوين النيابة يتلخص في أمرين اثنين، وهو إساءة استعمار سلطات الوظيفة باستفتاء رئيس المجلس الوطني الانتقالي، والأمر الثاني وهو تفتيت اللحمة أو الوحدة الوطنية. أما تهمة التحريض على قتل فلان الفلاني فهذا الأمر لم يوجه لي كاتهام، أو إذا كان وجه لي في الأوراق، أما شفويا لم يوجه لي. إلى أين تتجه القضية الآن من وجهة نظرك؟ والله أنا قلت لك يعني أمر غير مألوف أن قاضي يتلو قراره على الملأ من الموجودين ويقول له عود عود عود، ثم عند الإعادة يقوم بالتهليل والتكبير ويلوح لهم بعلامة النصر. أعتقد أن هذا أمر يعني واضح، كان واضح للجميع. نعم. وهذا مؤشر للجميع على ما هي عليه حالة القضاء العسكري أو هذه الدائرة بالتحديد. شكرا جزيلا لك رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق المستشار مصطفى عبد الجليل، كنت معنا في هذه المداخلة الهاتفية التي تحدثت فيها عن ملابسات مقتل الفريق عبد الفتاح يونس ورفيقيه رحمهم الله جميعا، وأيضا أمر المحكمة العسكرية باستدعائك والتحقيقات التي جرت في النيابة العسكرية ووجهت لك فيها التهم لدى إدلائك بشهادتك. شكرا جزيلا.